جامعة نيو إنجلاند الأمريكية تأسست عام 1831 بولاية ماين، وهي جامعة رائدة في العلوم الصحية ومتجذرة في الفنون الحرة. فرع جديد لهذه الجامعة تم افتتاحه بمدينة طنجة كأول جامعة أمريكية تفتتح ببلادنا، وهي ثمرة علاقة التعاون الثنائية بين البلدين في أفق انفتاح المؤسسات الجامعية على النموذج الأمريكي. روبورتاج حنان أرسلان ورشيد برحو. طنجة باتت تحتضن فرعا لجامعة نيو إنجلاند الأمريكية. فرع هذه الجامعة بالمغرب هو امتداد للعلاقات الجيدة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات هامة. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك التاريخ تطورت علاقاتنا الثنائية وصارت أكثر عمقا. بدأ تشييد فرع هذه الجامعة بطنجة في يناير 2013، ويتكون الحرم الجامعي من مبنيين، الجناح الأكاديمي ومبنى آخر مخصص للطلبة. الطلبة المغاربية يستفدوا في أول الخطوة الأولى، يستفدوا إذا كانوا مثلا طلبة ممتازين وعندهم الرغبة يقراوا في بعض الأقسام اللي عندنا هنايا، نقدروا نعطيو لهم التحاق بالأقسام ديالنا على واحد مثلا مجانا. ولكن على المستوى البعيد، على المستوى المتوسط، يمكننا نعملوا نخلقوا شي نموذج جامعي أمريكي في المغرب وفي طنجة. تطلبت إقامة هذه المؤسسة غلافا ماليا يقدر ب6 ملايين دولار، وافتتاحها اليوم هو بداية لمسار تكويني مميز يعد بالجودة ويوطد أكثر علاقات الحوار بين الغرب والعالم الإسلامي.